أعزائي متابعي مجلة موبايل ترند و موقع سوفت نيوز، أهلا وسهلا بيكم في حفل إطلاق الجوال الرائد الجديد موبايل ميت 9 من هواوي. الحقيقة إن الفرق بين الميت 9 والميت 8 عشان نقدر نشوف التطور اللي حاصل، الفرق مش كبير، نحصره في ثلاث حاجات. الشحن السريع المتوفر في الميت 9 مش كانش موجود في الميت 8. الشحن سريع آمن، يعني بيشحن لك في خلال تلت ساعة مثلا 70-75%، وبعد كده بيبتدي سرعة الشحن بتقل عشان البطارية 4000 زي ما هي بتاعت الميت 8، مفيش اختلاف. الكاميرا الأمامية 8 برضو، الخلفية هنا الاختلاف كاميرتين تمام زي البي 9، بس كاميرتين محطوطين بشكل طولي مش عرضي. كاميرتين 12 ميجا بيكسل، ده الاختلاف التاني هو عن الميت 8 كاميرتين. الشاشة LCD IPS نفس المساحة بس بفرق أقل من الميت 8 ب1.1، 5.9 المساحة، والميت 8 كانت 6، الميت 9 5.9، يعني فرق 1.1. الشيء الثاني هو ان الكثافة البيكسلز تقريبا فرق بسيط جدا جدا نظرا لفرق المساحة بتاع الشاشة، بس الشاشة زي ما هي بتاعت الميت 9 كما الميت 8 فول HD IPS، متوفر بعدة ألوان. المتواجد حاليا اللون الذهبي قدامنا هنا، في ألوان تانية موكا وبني وسيلفر. الجهاز هيتوفر تقريبا في حدود نفس السعر بتاع 2400 ريال زي كما الميت 8 تقريبا، يعني هما لسه ما يعني لسه المؤتمر ما ابتدى، فده توقعي الشخصي. يعني الملمس انعم شويه من الميت 9، بس ملمس جيد. الشاشه الجهاز ما تحسوش انه كبير لان ما فيش فريم. الشاشة بمساحة واخدة حوالي 78% أو 77% من مساحة كل الجهاز. شكرا وإلى اللقاء. تضيف شيء، ثلاث أشياء بعد المؤتمر، ده اللون الموك طبعا. السعر هو 2300 مش 2400 حسب ما أبلغونا الآن في المؤتمر. الشيء الثاني الإضافي عن الميت 8، الميت 9 بيستخدم المعالج 960 كيرن 960، وده أحدث وأقوى وأسرع معالج موجود. الميت 8 كان بيستخدم 950 كيرن البروسيسور. الحاجة كمان الإضافية أن الأندرويد الأحدث شيء اللي هو النوجا. الشيء اللطيف جدا والمميز اللي هيكون في الموبايل هواوي ميت 9 هو أنك ممكن تعمل 2 واتساب في الجهاز. أعتقد هو الجهاز الوحيد، الموبايل الوحيد اللي فيه الإمكانية دي حاليا في السوق. دي الإضافات اللي أنا حبيت أقولها لكم بعد المؤتمر، وشكرا لكم، في مراجعة تفصيلية لاحقة إن شاء الله.